كمل قرايته الثانوية في الليسي ما يسمى بالليسي مونجان، وهو اليوم يسمى في مراكش الليسي ابن عباد. ولا حسن القلاوي بالفن التشكيلي بدا منذ نعومة أظافره، فالحياة الميسورة اللي توفرت ليه كانت عامل مهم في خلق الحس الفني داخله، بحيث كانت الأب الباشا علاقة بمجموعة من المشاهير الأجانب واللي كانوا كيتردوا عليه في حفلاته اللي كانت كتنظم بمقر سكنه. وكان من غير هذا المجال هذا اللي كانت تشوف فيه الفنانة اللي باقي حيين، وكانوا تيدوزوا عند المنزل في المنزل ديالو، كان تيلجأ لديكسيونير الكتب اللي كان فيهم ماتيس، بيكاسو، les grands expressionnistes du القرن التاسع عشر والقرن العشرين. J'aimais beaucoup la peinture à l'époque. كنت كنبغي الفنون التشكيليه في ذيك الوقت، والاب ديالي كان كيعجبو الرسم ديالي، ولهذا بديت كنرسم وكنوري ما كنرسم لعدد من الاصدقاء ديالي. حسن القلاوي وجد نفسه في عالم كيزخر بالفنانين، الشيء اللي ساهم في تشكيل البوادر الاولى للفن التشكيلي عنده. وهنا غادي يبدا يخط اولى رسوماته واللي كانت في الاول عباره عن صور عن محيطه العائلي. تنصوب لي ناتور مورت، يعني كنت كنرسم الطبيعه وبورتريات الاصدقاء، وكل ما كيتعلق في الواقع بالفن التشكيلي. رسومات حسن القلاوي بدات كتطور شيئا فشيئا، بحيث بداك يخرج من محيط العائلة في تعبيره لصورة الخيل، واللي كان بدوره محيط مهم في حياته وممارسته ليه كان شيء أساسي كيرافقه حتى في زياراته لشقيقته بمدينة أزيلال.